بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاء اليومي في برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحب بك شيخنا في هذه الحلقة. مشاهدين الكرام، نحن في شهر الفضائل وشهر كريم، شهر رمضان المعظم. هناك أعمال تفسد الصوم، نحاول أن نتحدث مع الشيخ بالتفصيل عن بعض الأعمال التي تفسد الصوم، ونتوقع أيضا منكم المشاركة عبر الهواتف التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر. في البداية أرحب بك شيخنا، ونتحدث إجمالا أولا عن مبطلات الصوم. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من مبطلات الصوم أولا رفض النية، رفض النية زنة وصيام أصبح صايم، بس قام فكر كده قال خلاص أنا قررت أفطر، خلاص حتى ولو حمل يفطر، قال خلاص ماشي للتلاجة عشان قال أكل، لما فتح التلاجة ما لقى فيها شيء، قال خلاص أنا ما وصل الصيام ما بينفع. مجرد ما جزم برفض النية ده صيام بطل، يستغفر عليه قضايا عادي قضايا. طيب من المبطلات الثانية، الثاني المبطلات الصوم برضه الأكل والشرب عمدا، والجماع بنهار رمضان عمدا، وكذلك انه على اسمه ده الحياه، يعني طبعا الاساسيات اللي هي رفض النية، الاكل والشرب عمدا، الجماع عمدا، هذه لهن الرئيسيات اللي يعني ممكن نسميها مفسدات الصوم وتيب القضاء. دي مبطلات الصوم ضد القضاء، الاكل والشرب عمدا، الجماع عمدا، ديل يبطل الصيام ويبقي القضاء والكفار. اما في مبطلات تبطل لكن ما بتجيب الكفار القضاء بس، زي مثلا زول اسمه ده خرج منه مني بلذة معتادة في حالة الصيام بنهار رمضان صاحي، ده صيام بطل لكن عليه قضاء يوم واحد بس. مع ان الامام مالك قال عليه القضاء والكفار، لكن الجمهور قالوا عليه قضاء يوم واحد بس. اما اذا احتلم هو نايم صيامه صحيح، بس عليه الغسل من الجناب. خرج منه مزي، هنا ده اختلف العلماء، في فريق من العلماء قالوا التعمد خروج المزي يبطل الصيام، لكن اكثر العلماء قالوا خروج المزي ما بيبطل الصيام، خروج المني عمدا بيبطل الصيام عليه قضايو. الامام مالك قال عليه القضاء والكفار. نعم. طيب ناخذ اول مكالمه معنا. حرم، يا مرحبا يا حرم من الخرطوم. الو الو يا حرم. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. انت على خير ان شاء الله. اي بس انا كان عندي، انا كنت قبل كده موظفه شغاله. عندك شنو؟ وانا كنت موظفه شغاله، موظفه. انت موظفه؟ ايوه ايوه. وابو البنات قام كان قال لي علي الطلاق ثاني ما تمشي الشغل. قال لك علي الطلاق ثاني يعني ما تمشي الشغل فجاه كده؟ اتخلي الشغل. يعني بس المهم يعني قال لي ما اخلي الشغل. ايوه. فهسه نبي مع الحاجه دي ودايرنا نرجع شغلنا كله، لانه هو بقى حالي خلاص. ده السؤال الاول. وثاني برضو عندي ملايات جديده علي قال لي عليها طلاق بتفرشيها، وهسه برضو يتنحى يعني عن 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 كلامه ده. برضو حلف يعني الطلاق قال لك تفرشي ملايات جديده. ايوه. ثاني ما صاير رايه. انت مشيت الشغل ولا ما مشيتي؟ ما مشيت، لسه انا قاعده في البيت. قاعد عشان انا ليش كانت ساعات 4 سنين انا بقيت ما يعني بقيت ما شغاله بسببه هو يعني اعاود لشغلي ثاني. بسبب هو قال لي خلي شغل. ايوه جدا. يلا هسي غير رايي، مثلا دارينا شوف الفصل تحت الدين يعني زول احنا في طلاق ويتراجع عن كلامه، يعني في شنو يكون يعني. ايوه كويس. ثاني بس معلش عندي سؤال ثاني. ايوه. يلا نمشي مثلا في رمضان كجروب بنقرا قران، يعني انت بتجيبي الكم وانا اقول لهم كيف تجيبي كده، يعني فانا ممكن اقول لي زول انا ختمت كم مره او دريت ولا ما في داعي، يعني زول يعملها على كتمان. قلت لي اني قريتي قران لوالدك ولا شنو؟ لا انا بقرا قران في رمضان، يعني بختم مثلا مره مرتين ثلاثه، لو في زول سالني قال لي ختمت كم مره انا يعني لو وريته في شيء يعني مثلا زي خوف من الرياء. خلاص يعني أوكي. انا ما دار الاجر الله سبحانه وتعالى، ودي حاجه بيني وبين ربي انا ما المفروض اقولها، لكن لو قلت علي اي ذنب يعني. كويس، شكرا جزيلا يا حرام. قالت هي كانت موظفه وزوجها حالف على طلاق انه ما تمشي، وقعدت اظنها لها 4 سنين. اسي هو لو تراجع، لو اسي هو تراجع وقال لا يا اخي ما تمشي يعني، بس خلاص هو طبعا الحليفه بالطلاق
ما بيقع بها طلاق. وفي الحالة دي الزوجة مطلوب منه حيتين ابنين، يستغفر لأنه حلف بغير الله. الحلف بالطلاق ما حلف بغير الله. والرسول عليه الصلاة والسلام نهانا قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وخالف النص وحلف بغير الله، دي يستغفر لأنه حلف بغير الله. نمرة اثنين يطعم لي 10 مساكين. نمرة ثلاثة خلي زوجي تمشي الشغل والطلاق ما بيقع، لأن جاء في المادة 130 ألف من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في جميع محاكم السودان. النص يقول شنو؟ لا يقع الطلاق بالحنس في من الطلاق أو الحرام. يعني حلف بزوجته وقال لها حلفه بالطلاق وتمشي شغل، ما لو مشت الشغل يكون أحنس في يمينه، كسر حليفته، ما بيقع طلاق، لكن يلزم يطعم 10 مساكين. يبقى يطعم 10 مساكين، كل مسكين يدخل 35 جنيه على 10 ديل، وخلي زوجي تمشي الشغل والطلاق ما بيقع. ويبدو انه زوجها بكتر الحليفه بالطلاق، لانه برضه حلف عليها طلاق قال لا تفرشي الملايات في البيت. يعني برضه ده كمان يستغفر يطعم 10 مساكين. كل ما حلف بحليفه لزوجته كده عليه غرامه يستغفر يطعم 10 مساكين. يعني حقه ردي نصيحه للناس اللي بيطلقوا كثير ذي يا شيخ، انه بيحلفوا بالطلاق كثير. اي اول حاجه الحليفه بالطلاق فيها عدم تعظيم لشرع الله. العقد الزوج ده ما عقد مقدس. قال تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هي عقد مقدس، الزوج يحترم شعائر الله، ما يحلف بالطلاق، لكن لو فلتت منه وحلف بالطلاق يستغفر ويطعم 10 مساكين. يبقى انه اخونا ده نقول له هسه انت حليفتك ما لها معنى. يعني ما تمشي شغل، معليش مشي شغل ده تقعد تتفاهم معاها اذا كان ما في حوجة ليه وبرواقه تتفاهم، لكن بالحليفه ما بتنفع. نعم. وكون انه بعد ما حلف يقول انا سمحت لك ما بينفع، لان ده حليفه بالطلاق. لازم يترتب عليها شيء، يترتب عليه حتى ولو سمح لها قال امشي شغل لابد انه يستغفر يطعم 10 مساكين. كل حليفه حلفها استغفار يطعم 10 مساكين والطلاق ما بينفع. نعم. طيب برضو عندها سؤال اختنا حرم، قالت هي يعني ما شاء الله بتتلو القران، ولو زوج سالها قال لي انت ختمتي كم مره وقامت تكلمت يعني اول رتو يعني هل فيها شيء؟ لا ما تكلموا. بس تزوغ من السؤال ده. ايوه بس والحمد لله قاعد اقرا. بس لكن ما تقدر تقول لي لا قاعد احفظ ولا ما احفظ. تزوغ من بطريقه فنيه. نعم. ان شاء الله وضحت اسئلتك يا اختنا حرم. طيب نرجع لموضوعنا بتاع المبطلات، قلت انه الزول لو احتلم ما فيها شيء يا شيخنا. ايوه صيامه صحيح لكن يغتسل. واذا خرج منه مني بعاده سريه او بملامسه او ملاعبه صيامه بطل وعليه قضاء يوم عند الجمهور. الامام مالك قال عليه القضاء والكفاره. زول اثناء صيامه اخواني ابتعد من الحياه دي. طيب في ناس قالوا بيشاهدوا مرات افلام كده في السينما كده حاجه زي دي في التلفزيون. مثال اذا كان مناظر خليعه يبقى في الوقت معناه ارتكب معصيه عدم قبض البصر. ربنا قال قال تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. النظر في المناظر الخليعه دي ما ذنب كبير. وخاصه المعاني طبعا الناس الكفار دي ما عندهم مثل ولا عندهم اخلاق، يتعاملوا مع بعض زي معاملة الحيوانات. اي يعني بيتعامل يعني زول يبتعد من المسائل، يبتعد من المناظر دي خالص. لا يتفرج فيها لا يفتح لا يشوف. طيب برضه في لانه لما يشوف المناظر يكون راضي بها مبسوط فيها ويتلذذ بها مبسوط بها ويشارك فيها. ايوه لذلك الرضا عن المعصيه شريك لصاحبه. لا حول ولا قوه الا بالله. يرضى بالمعصيه. نعم وبترتب على اشياء كثيره هو بيطلع منها المذي والمني برضه كمان احيانا. يعني يفضل صيامه قاعد يقول. لا يشاهد لا في نهار رمضان ولا في ليل رمضان. لا في ليل رمضان. نعم يبعد كل البعد. طيب ما حكم الاكتحال والقطره والمرهم والحاجات زي دي؟ ايوه القطره والاكتحال والحاجات دي خليها بالليل، لانه المالكيه قالوا الزول لو حط قطره في نخرته في عينه او كحل كده حسب طعم الحاجات دي في الحلقه الصيام يبطل. اما المذاهب الثانيه قال الشيء بيبطل الصيام الشيء بيوصل للمعده. والقطرات دي ما بتوصل للمعده لكن احتياطي نخليها بالليل. الا اذا كان في حاله الدكتور قال لزول انت كل 3 ساعات لازم تسوي القطره دي في العين. ايوه بعدين في الحاله دي يسويها لكن يختصرها. ما هو مرات انت تقول لزول تعال سوي لي قطره. يمسك القطره دي يوم لا لما يخت لك ضوط يدوسها تنزل 6-7 قطرات. تملى العين وتنزل كده. لكن لو بس نشم بس
قطره واحده سيسي بعد القطره دي ظنها ما بتعمل حاجه. نعم نعم. عندنا سؤال برضه يا شيخنا جانا، اللي هو واحده قالت انها الدوره بتاعتها مضطربه بسبب استخدام الشريحه، الشريحه طبعا جات علاج جديد بديل للحبوب الحمل يعني. اي صحيح اي اي. فعلا السؤال ده قاعد يجينا كثير من اخواتنا في شهر رمضان، واحد تقول انها بتاعت عطل الشريحه دي وخلت الدوري بتاعتها مضطربه، مرات تجيها مقطعه، تجيها بعد اسبوع ثاني، تجيها بعد 10 يوم ثاني، بعد 5 يوم ثاني، مرات تاخذ لها زمن طويل ما تجيها. الحل شنو في الموضوع ده؟ الحل العلماء قالوا في حاله الدوري المضطربه دي تقوم تنزل الدم الجاهده في الدم الحيض، عنده ريحه معينه، عنده لون معين، عنده شكل معين، تشوف الاوصاف بتاعت الدم النزل عليها ده، إذا ينطبق تمام الانطباق على الدورة الشهرية، ريحته ولونه وشكله تعتبر نفسها عادة، تعد الأيام بتاعتها، كان عادتها 5 يوم تعد 5 يوم، تمت 5 يوم طوال تغتسل الدم النازل بعد 5 يوم استحاضة. أما إذا كان ما قدرت تميزه وقال يجيها وقت ثاني يجيها متقطع وثاني طيب ما مستمع متقطع طوال، في الحال دي قالوا بعض العلماء تجتهد يجتهد ان تميزه غلبة خالص تعتبر نفسها من المستحاضة، يعني صاحب السلس، صاحب السلس الذول بفلت منه الريح طوال، ده يتوضى ويصلي طوال، تلس البول يتوضى لكل صلاة يصلي، دي ما عارف عادتها متقطعة. تجتهد ان شاء الله في الاجتهاد تقدر تحس انه الدم النزل ده دم العادة الشهرية، توقف الصلاة والصيام لغايه ما تتم المده بتاعتها، تختصر تصلي بعد كده، بعد ما جاها دم العلماء قالوا قل مده الطهر 15 يوم بعد ما اغتسلت، لازم 15 يوم ثاني ما يكون عندها دم، اي دم لي قبل ال 15 يوم تعتبر دم استحاضه، والمستحاضه طاهره. ده في حاله شنو؟ قدرت عرفت انه الدم ده دم العاده. اما لا قدرت تميز ده، لا تقدر تميز ده، جه متقطع حبه من ده وثاني بعد كم جاء حبه، ثاني بعد كم جاء حبه ده، الدائره كده طوالي ملخبطه، الشهر كله ملخبط، قال تعتبر مستحاضه تصلي طوالي. نعم أي. جزاك الله خير. معنا اسلام من الجزيره، مرحبا يا اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. دارس على الشيخ هنا بيت خالي عندها شك بتشوف طوال، بتشوف لو اتوضت بتشوف، لو في صلاته بتشوف. ايوه في الصلاه يلا، في عندها شك طوال. ايوه يلا برضه بجال نحن طبعا بنصلي في المسجد، يلا في نسوان معانا برضه يعني بتفهم في المسجد. بيعمل شنو؟ بتفن تفاق في المسجد. ايوه بتفلوا في المسجد. ايوه كويس، بتفن تفاق في المسجد. ايوه جدا جدا جدا. شكرا جزيلا. اسلام عندها سؤالين، قالت عندهم قريبتهم بتشك يعني في الوضوء وفي الصلاه وكده، يعني دائما بيجي الشك. ايوه دي تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اول ما توعد في الوضوء تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتفق صدري إلى الشمال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تف، تبتدى تتوضا. جات غسل الرجلين قال لي وشك ما غسلته، بقلبه تقول غسلته، تعاكسه. إن شاء الله لما تقرأ الآية رقم 3 من سورة الحديد، قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الآية عندها خاصية تصرف الوسوسة بتاعت الشيطان من الزوج، تقرأ في أي وقت، مش كل ما تحس بالوسوسة دي. أيوة. تتعوذ وتقرأ. طيب في سؤال ثاني برضه من إسلام، قالت في نسوان كتار في المسجد بالليل لما نمشي الصلاة، النسوان ديل بتيفوا في المسجد، تفوا جوا المسجد. أيوة. في فرش المسجد. ده كلام غلط خالص. حتى لو بيصلوا في الحوش ممكن يكون مرات في الحوش، لا تبلع التهم تهم في داعي لهن بالنهار، معلش الزول بالليل يبلع ريق وما تبلع ريق. اللي اذا كان قحم 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 جل بلغم ذاك يكون عنده منديل بتاع الورق، طلع المنديل تاخذ يعني في كل الابريق، لكن ما تتفن داخل المسجد. طيب هي المساله اذا كان الحوش كده تراب ما فيه فرش ولا فيه شيء، والتراب ممكن تحفر تدفن التراب بتاع ده. طيب المثل دي ذاته بتتكرر كثير حقيقه، دارين نشوف الناس كيف يحافظوا على نظافه المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم حسن كيف حسن على النظافه في الحديث، الرسول عليه الصلاه والسلام قال عرضت علي اجور امتي حتى القذى
يخرجها الرجل من المسجد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيعرض عليه تقرير عن أعمال أمته كلها. من التقرير اللي بيعرض تعرض حتى أصغر الأعمال. من أصغر الأعمال دول في عينه في حتة قضايا بيضة كده وقع زي حبة السكري فرزت العين اللي قام في الوطشة له وداها برا ظهرت من أعمال الأمة. يا سلام ما بالك إنه زور ويسا بنظف المسجد وكده. نبقى لابد المنظف دي ننظف ونحتني به ما نلوث بها حياتي. يعني الزول ابسط حاجه زي ما قلت ان شاء الله يكون معه كيس لو اصلا هو حاسس انه بتفش كثير يعني. ما شفنا الحكايه دي في المسجد في الحرم وفي في المدينه برضه الناس بيكونوا عاملين احتياطات يعني الواحد يشيل معه اي كيس يشيل معه اي حاجه على اساس انه هو لو مريض يعني يدخل فيها باعتبار انه يحافظ على نظافه المسجد. طيب من المبتلات والاسئله اللي بتجينا فيها مبتلات الصوم عن القي هل يفسد الصيام؟ يقول لو استفرغ القي ما بيفسد يفطر في حل في حاله انه السويد تعمد دخل اصبعه في حلق وتعمد الطراش صيام بطل. اما غلبه وطرش يبقى مصر خشمه يواصل صيام. التعمد الناس بيجي لهمتين يا شيخنا في حاله شنو؟ دم واحد تلقى تقل في السحور لقى بطنه مليان ووقوف وتخمار كده ما قادر يرتاح. اي يقول داري يرتاح يدخل اصبعه حلق ويطرش. ده يعتبر تعمد. تعمد ده صيام بطل. اما زول عادي بطنه قالت كده بدون اي سبب طرش يبقى مصر خشمه يواصل صيام. لكن الصيام بطل ده اللي تعمد ده عليه قضاء. عليه قضاء يوم اي يمسك لحرمه الشهر ما ياكل ولا يشرب. بعد العيد يقضي يوم. طيب من الأسئلة أيضا الناس المسافرين بيسألوا حقيقة بيقول لك متى يعني يفطر راكب الطائرة الناس أيوة راكب مسافر أيوة من بلد لبلد هنا ده إذا كان مسافر قبل طلوع الفجر يصبح فاطر لأنه صحي قادر البلد قبل طلوع الفجر يعني مش على لو كان صايم كان صدار يصوم يسحر ويواصل صيام وما دار يصوم يصبح فاطر لأنه حي قادر البلاد قبل طلوع الفجر. أما إذا كان السفر الساعة 7 صباحا مثلا شمس شركة الفجر طلع يصبح صايم ويشيل شنيطه ويمشي المطار لا يأشر عمل يجهز دخل الصالة الجوانية خلات في الحالة دي أصبح مسافر ممكن يفطر لأن الصالة البرانية ما يفطر ليه يمكن أرجعه يقولوا لك ما تمام أنت ممنوع من السفر أنت محظور عليك السفر لكن دخل الصالة الجوانية معناته خلاص تدلك كه أيوه خلاص بعد مغادرة يمكن يفطر. أما المسافر بالمين البر بالبصات ده ما يفطر إلا يصبح صائم لا يركب البص بعد البص يتحرك طالع من بوابة المين البري في الحالة دي كان دار يفطر لكن لما الأربع قال ما دام أنت أنشأت السفر بعد طلوع الفجر اليوم ده ما تفطره تكمل. نعم أي. طيب أزوله هنا في هو في الطيارة فوق عليك لا لو كان صايم وفي الطيارة فوق يعرف التوقيت كيف ده على أيوة إذا كان ماشي انجلترا ماشي اسبانيا ماشي المغرب العربي ماشي غريب ماشي غريب يكفي الحالة دي يفطر في البلد اللي دخلت فيها الشمس. زول مثلا يقول ماشي امريكا من السودان ماشي امريكا الشمس دخلت له في الجزائر يفطر في علي وقت الجزائر الشمس دخلت له في المغرب والطيار ذاته بنبه الطيار بنبه لله بتنبه يقول نحن هنا فوق المغرب العربي الناس فطروا ممكن نفطر طوال نحن في الجزائر الشمس دخل يفطر طوال اها نحن على البحر خلاص دخل البحر المحيط الاطلسي نحن في بدايه المحيط الاطلسي يفطر طوال لكن مرات الزول في الطياره فوق الشمس تكون هنا غابت اذن المغرب في السودان مثلا في الخرطوم والشمس انا فوق شايفها اي ما يفطر لما المسافه ما نحن قلنا انت ما ركبت الطياره انت ركبت الطياره هنا في السودان اللي حركت منهم فطروا وانت لسه ما تفطر اللي انت كلما ماشي كابتن المطار يقول نحن الان على الجزائر في ولايه في مدينه الجزائر الشمس دخلت الجزائر فطر نفطر طوال ما فطر ما نفطر الشمس ما دخلت في الجزائر وصلنا المغرب العربي قال الان ناس مراكش فطروا نحن نفطر طوال تمام جاودنا دخلنا المحيط الاطلسي اي انا جماعه يا صايمين نحن فوق المحيط الاطلسي سمي دخل تسع فطر الطريقه دي تمام. طيب معنا ام علي من الجزيره مرحبا يا ام علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بسأل الشيخ. ايوه. انا متزوجه زوجه ثانيه. انت الزوجه الثانيه. يلا زوجي مقيم في السعوديه مع زوجته الاولى. وهو كان شغال حاليا ما شغال ويلا بيجينا هنا الإجازة
حتى زوجته بتيجي تقعد معاه وما بيقعد معانا يعني. بيقعد معاه افتر. بيقعد مع زوجته معاه في السعوديه؟ اي بيقعد معاه حتى في الاجازه بيقعد معاه افتر. اها. يلا وثاني بعدين احنا قاعدين في بيتنا برانا وهم في برضه بيتهم براهم. يلا هي ما عندها اولاد. ايوه. قال ما بيقدر يخليها هي يقعد معاها يقعد معانا نحن يبيت معانا يوم وهي يبيت معاه يوم. بقى تبيت معاه الايام كلها يعني مجيل واي حاجه. داير اعرف راي مين في الكلام ده كيف. وانت ما بيجيك اصلا خالص؟ لا بيجي يعني بيجي ساعه ساعتين في اليوم بالكثير يعني. بيجي بالنهار بس يعني؟ ما بيت. ما بيت معك؟ لا لا. الا تكون في ما في في طيب كان ثاني. هو انت ساعتها طبعا قال لك لانه هي براها صح ما عندها اولاد. اي. ده السبب الاساسي. اي قال كده هو. لكن كويس. ثاني في سؤال؟ لا شكرا. شكرا جزيلا. ام علي هي متزوجه هي المره الثانيه. أيه. وزوجها ده في السعوديه بيجي لما نجي راجع الاجازه. ايوه. وتيجي معه الزوجه الثانيه ديك ما عندها اولاد بيقعد معاها كل الاوقات يعني ليه كله بيقضي معاها. أيه. بيجي المره دي عندها الاولاد الثانيه دي بيقعد معاها بالنهار بس ساعه ساعتين كده وبرجع يعني بيقول لها يا اخي لانه قاعده براها انا ما بقدر اخليها براها يعني. أيه. في المبيت ودي عندها عيال. دي عندها عيال. ايوه لكن ده برضه ما عداله. الحالة دي ممكن في اليوم اللي هي جيت مع هنا خلتها انت بيت مع اهلها. اه اي تبي تعيش مع اهلها وصلت معاها بيت هنا. ده ما عداله ولا عذر. ده ما عذر. ما عذر اي دي حقها كمان. طيب هي لو مقتنعه ودته شكلها كده اذا راضي منه راضي عارف عليه وخلته حاجه ثانيه. آه. لكن لو من حقها متظلمه من الحاجه دي حاجه ثانيه. يعني طيب. هي شكلها كده من صوتها انها شكلها زي ال يعني راضي يعني شكلها راضي يعني ما عارف ما دام راضي خلاص. ما في حاجه لو راضي ما في حاجه اللي هي الجلد ما بيقعد معاهم بالنهار. يمشي بيت مع دي ما دام بالنهار بدها حقها خلاص. ويمشي لديك بدها حقها بالليل وهي راضي. الاثنين راضات خلاص. لكن دي حرمها من حقها كت ويبقي كله يبيت مع ديك يبقى بحاجه ثانيه. إن شاء الله تكون وضحت الرسالة يا أم علي وجزاك الله خير شيخنا على الإجابة. سنعود إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بعد الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فتاوى. فهذا هو الجزء الثاني من هذه الحلقة بعد الفاصل. عدنا إليكم مشاهدينا بصحبة شيخنا الجليل محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا مرة أخرى. نحن حقيقة بدينا حديثنا عن مبطلات الصوم. من الأسئلة أيضا هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود في نهار رمضان؟ ما يتعمد لكن جل شغال في دكان ببيع الريحة ده شغله. الفران برضو يشم ريحة الرغيف ده شغله. الحاجات دي يعني يعفى عنها. لكن منزل ما يتعمد ما يمشي يقعد في دكان الريحة بس عشان يشم الريحة. أو يجيب سيرة الريحة بس يشم طوالي لا. يعني تخوشن في رمضان لو تريح بها ساكت في ملابسه الحاجات الكلونة دي حتى تروح بسرعة دي ما فيها حاجة. أي لكن بس ما يتعمد يكتر منها بغرض انه يرتاح وكذا. برضو النساء بيسألون كثير هم في المطبخ في الساعة دي بالذات يعني بكونوا قاعدين في المطبخ مرات الواحدة تحاول تذوق الطعام لو ما معها زور في البيت. أي ممكن تذوقه وتتفي. ما تبلع ريقة. الحالة ضاقته ما تبلع ريقة تتفي. تطرد الحلاوة تحت التبيخة دي بعدين تبلع ريقة. طيب من الأسئلة أيضا هل يجوز للطالب الإفطار في شهر رمضان من أجل الامتحانات يعني هو زور يساهر وكذا وبيتعب. زور شاب في عز الشباب والقوة بيتحمل الجوع والعطش. ما يفطر. يعني ما يكون ما نديه سبب ساكت. لا ده ما عذر. طيب من الأسئلة أيضا ما حكم الاستحمام في رمضان أكثر من مرة تلقى زول أنا عطشان شديد وتعبان. عطشان شديد يجوز الاستحمام يجوز العلماء. يستحمى يتغتب هيدا مبلول شوية ولا كذا يعني يبرد نفسه ما فيها شيء يعني. طبعا الحكاية دي كان زمان ما في مكيفات هسه. الوضع كويس. المكيفات الكهرباء ساعد كثير. نعم نعم. طيب نحن لاحظنا في ناس الشرطة النهرية دي المرات هم غطاسين بيشتغلوا غطاسين. أيوة. بتكون في ضرورات انه يغطسوا تحت مثلا لإصلاح بعض الأعطال كان. أيوة. في مراكب ولا كان في سفن
ولا كان في غريق ولا كذا يغتسوا جوا بنهار رمضان مرات بيحتاجوا وتخش المويه بيضنين حتى لو قاعد يجوا المويه ساعه ساعتين ما بيأثر المويه بس على شرط ما تطلع المويه بخشمه دخل بيضنين والاضنين ده ما بتدخل المويه ما بتوصل المعده اي ما حتى لو بفتحت الشرج ولا كذا اي ما بيأثر بحاجه الحياه المعفنه بس بخشمه ما تدخل المويه. من الأسئلة أيضا قال بيستخدم دائما هو بيستخير كثير يعني بيستخير داير يعرف الاستخارة دي هل الدعاء ده يكون أثناء الصلاة ولا بعد ما يسلم؟ ما بعد ما يسلم والصيغة بعد ما يسلم يسلم من الصلاة بعد كده كده ممكن نقول الصيغة تحت الاستخارة طبعا يقول عنده موضوع عنده مشروع داير يدخل معذور في شراكة في مشروع تجاري ودار يستخير ربنا في المشروع ده يصلي ركعتين عاديات كده بقول الفاتحة والسورة والمسلة من الركعتين يرفع يدين ويقول يفتتح اسمه اسم من أسماء الله الحسنى يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ويصلي على النبي ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب اللهم إن كنت تعلم إن المشروع بتاعي الفلاني الفلاني ده خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري يسره لي وقدره لي وبارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم هذا المشروع شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أصرفه عني واصرفني عنه ثم قدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به خلاص اتصلت الاستخارة بعد كده صدر الشرح للمشروع ده جاته أخبار سارة من المشروع ده حينجح وإنه كده وكده توكل على الله طيب ناخد معانا تلفون السلام عليكم عزيزة من الخرطوم مرحبا عزيزة تفضلي لو سمحت عندي رأس للشيخ أهلا معك الشيخ الآن سامعك تفضلي طيب أنا يعني دائما صيامي كثير يعني غير الفرض لكن السنة دي بالذات غلبني كله فطرت وبعدين كان ما عندي أفطر عشان أطلع الفدية أنا ما سامعك كويس قالت لي فطرت أنت فطرت بسبب حمل الرضاعة ولا بسبب بس على عن الفدية الفدية ما قادرة السنة دي أطلعها ال 35 نعم ال 35 ال 35 جنيه مالها؟ أي الإفطار إفطار مسكين دي الفدية أيوة أنا ما قادرة أطلع يعني طلعتها زي 10 يوم كده وقفتها ما قدرتها ما قدرت تطلعيها يعني أي أيوة فعايز أعرف من الشيخ يعني أيوة انت الفطور يعني فطرتي ليه يعني السبب كان شنو والله جسمي ما تمام يعني في النهاية حللتها قالوا لي احتمال يكون عندي السكري دي بواد السكري لكن ما تأكد لسه الدكتور قال لك انت عندك سكري ما قال لي ما أكد لي ما أكد لي لكن انت الان بتعمل فحوصات يعني لسه صح أي. أيوة. أنت تقول لها السبب. ولكن أنا حاسة بنفسي تعبانة وقمت فطرت. طيب الشيخ بيقول لك السبب اللي خلاك تفطر شنو أنت تعبتي يعني فجأة ولا خلاص تأكد لك إنه السكري عندك خلاص السبب اللي خلاك تفطر. لا أنا ما تأكد لي حقيقة ما تأكد لي سكري. طيب اللي خلاك تفطر شنو؟ أنا مشيت وقال لي أعمل فحوصات كم مرة كده في اليوم. تعبتي ساكت يعني. ما عملتها حقيقة بالتأكيد. هي تعمل براءة قدر بعدين أنا حتى بنفسي تعبانة وقمت فطرت وقلت أشوف الفطرة دي ما قدرت على حياتي 35 خلاص هي أختنا دي عزيزة تعبت ومشت بتعمل في فحوصات إنه عندها بوادر بتاعة سكري لكن لحد الآن دكتور ما فصل لها الكلام لكن هي حاسة نفسها ما قادرة تصوم ما قادرة تصوم مش في الحالة دي هي تجرب تصوم وتعبت اليوم الأول تعبت تعب شديد خالص ما قدرت تواصل تاني اليوم اللي بعده اليوم ثلاثة يوم أربعة يوم حست إنها عايزة تمام هو الحياة تنتقلي فترة الإطعام لكن مجرد تعب في أول يوم ده ما عذر لأن أي زول صايم بيعطش وبيجوع الزول بيفطر يكون عنده سبب مرض يا سكر يا كلى يا أي مرض حتى أو شيخوخة وصل جاوز 80 سنة هدف ما بيقدر يتحمل الجوع ده معليش يفطر لكن هي ما تأكدت إنها سكر ولا عنده بس مجرد ما تعبد فطرت يبقى نقول له خدنا رجع نفسي رجع صيامك إذا قدرتي تصومي تعبت تعب خالص كل جربت ثلاثة يوم كل ما تصومي تجي في آخر النهار تتعب تعب شديد جدا
في الحالة تنتقل إلى إطعام، أما إذا كان مجرد التعب ما عذر. طيب هي حتى الإطعام قالت يعني بدأت تدفع كم يوم كده وغلبة. غلبة. ما عندها يعني في الحالة دي إذا أول شيء تجرب الصيام. عيزت عيزا تاما عن الصيام وعيزت عيزا تاما عن الإطعام في الحالة دي عفا الله عنا عن الاثنين. لكن تقول ما بقدر أصوم وتاني تقول ما بقدر أطعم. طيب الناس الناس اللي ما بيقدروا يدفعوا موديل مرات يكونوا فقراء بيجيهم صدقات، هل ممكن يدوا لنا الفديه؟ اي طبعا ما دام جات حاجه تطلع الفديه بتاعتها. يعني لو جاتها صدقه من اي جهه؟ اي من اي جهه تطلع. يعني نضرب لك مثال، زول لما تقول له باكر العيد ما عنده زكاه الفطر حقته وحق اولاده، واحد بالليل جاب له ظرف فيه قروش يطلع منه زكاه الفطر. يعني عادي ما فيها مشكله يعني. طيب من الأسئلة اللي برضو بتصنف فيما يتعلق بالمفطرات أو مبطلات الصيام، هل يجوز للصائم التبرع بدمه أو السحب شيء منه للتحليل في نهار رمضان، وهل ده يتوجب عليه أنه يفطر؟ هاي طبعا نقول الدم ما بيأثر، يعني ممكن ما بيفطر. من ليه إنقاذ حياة مريض دكتور قال له هو نشيل منك هذا الدم ما بيأثر معاك، ما بيأثر معي، يشيل منه وما بيبطل الصيام. لكن الأحوط والأفضل إنه يخلوا الدم يشيله بالليل. أيوة. يشيله بالليل عشان إنه بالنهار حيضطر طبعاً أي زول يشيله منه دم. طوال بعد ما شال منه قذاة الدم يلقوا بشربات كبيرة كده. عشان تعوض. هو صايم ما بيقدر يشرب كوباية الشربات. أحسن يخليه بالليل. الأفضل. طيب برضو في سؤال داير زي شرح كده توضيح لبعض الحديث، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ده مروي عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة أظن طالع مع الصحابة، في صحابة فطروا وفي صحابة كانوا صايمين. قال لنا اشرح لنا الحديث ده. طبعا الصوم في السفر على المخير، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في سفر صحابة صايمين وصحابة فاطرين. لا لام الصايمين ولا عتب الفاطرين، كله صح لأنه عنده الرخص. دير صايمين ما له أم قال لي صمت، دير فاطرين ما قالوا لي فطرت. وكلام إنه ذهب وحكيت إنه طبعا دير صايمين والفاطرين قاموا خدموا. معناته ذهبوا بالأجر الخدمة. للصايمين. أجر الخدمة للصايمين. نعم. طيب معانا جيلي من كسلة، مرحبا يا جيلي. ألو. رمضان كريم. الله أكرم. والله أنا بسأل، يعني أنا قبل 35 سنة بصوم طوال، يعني كنت صغير 9 سنة بصوم 30 29 والسنة دي يعني مرض، يعني مرض كده رجعتها، يعني وجع عيون، النظر بقى ضعيف، قمت لحد 10 في رمضان. كل ما يعني أجوء كده أطعب شديد والنظر يبقى ضعيف. حسي من صمت 10 حسي استبعد، أنا ما صمت ولا واحد. يعني كم وقفت بتعب. كم صمت بتعب. عمرك كم سنة الآن حسي لي 7 يوم أنا ما صمت. يا أجيلي عمرك كم سنة الآن؟ نعم. عمرك كم سنة؟ عمري 48 سنة. 48 سنة، أنت زوج صغير لسه. تقريبا 48 سنة. طيب أنت قابلت دكتور وفحص ليك قال لك أنت ما صوم ولا كده؟ والله فحصت، كان يعني قمت قبل 4 أشهر كده تعبت كده، مشيت للدكتور قال لي يا اخي نظرك ده فيه التحابات. عندك شنو؟ متعدين النظارة وكده بشوف عليها. يعني قبل رمضان يعني ما بستحمل الجو، اقل جو النظر يبقى ضعيف. قمت صمت 10 لحد 10 يوم تعبت تعب شديد ونزلت. طيب خلاص يا جيلي، اذا اسمع الشيخ هو سمع كلامك نشوف يرد لك. وزول عمره 45 سنة، يعني في عز الشباب، يعني 48 سنة عز الشباب، قال انه بيتعب في الصيام. هنا التعب ده قد يكون عنده مرض يا شرايين يا عضلات القلب يا شيء. الافضل يعرض نفسه على الطبيب. يا دكتور انا زول عمري 45 سنة وبصوم بتعب، هل في سبب كده؟ هل انت صحتك تمام؟ بتتعب ده تعب الصيام؟ اي صيام بيتعب. ما تعرض نفسك للشمس، ما تاكل الحاجات اللي بتعطش كده. واظنه حسب الكلام اللي انا سمعته منه انه قال هو عنده مشكله في النظر، لما يجوع بياثر عليه طوالي. قال الجوع بياثر في النظر ما بشوف.
على أي حال طبعا الولد ما عنده نوع من الأمراض لا سكر لا كلى لا شرايين لا أي حاجة وبيتعب يجوع، الجوع دي يشوف هل ما قاعد يتعشى ما قاعد يتسحر ما قاعد كده يشوف حل ويبتعد من الحاجات اللي بتعطش زي أكل الجبنة زي الحاجات الموالح اللي بتعطش الجوع دي يجنبها ويجرب الصيام ويصوم لقى كل ما يصوم يتعب تعب شديد جدا لدرجة إنه يشفق على نفسه من الموت يعني يفطر ثاني اليوم الثاني برضه يقرب نفسه يطوم يسحر كويس ويشرب مي بالليل كثيرة تعب برضه قال الروب والحالة يقرب 3-4 مرات إنه يعيد عن الصيام يبقى ينتقل لأصحاب الأعذار المزمنة يفعل لكن مجرد أول يوم تعب وثاني يوم تعب ويفطر ده كده لا ده لازم أي زول صائم بيتعب أي زول صائم بيجوع بيعطش لكن في الجوع اللي بيخليك تقول الروب أنا عجزت أيضا تاما ما بقدر أواصل جرس أيوة. كلمة الرد جراها طويلة جزاك الله خير الشيخ كتر خيرك. طيب من الأسئلة أيضا متى نصوم القضاء عن المتوفى؟ هل في حديث صحيح الكلام؟ طبعا هي في الدول لو علمونا مثلا فطر 10 يوم كده وكان في رمضان بعد العيد ما قضاهم مات يبقى نصوم عنه أو نطعم عنه. الإمام مالك قال الإطعام عن الميت أفضل من الصيام عن الميت بشرط يكون على دين لكن في رمضان مات خلاص ما عليه قضاء مات في رمضان لكن فطر في رمضان 10 يوم ومات بعد العيد يبقى إذا نطعم عنه 10 مساكين نعم نعم طعام أفضل. طيب بالنسبة للصلاة هل تقضى عن الميت؟ لا صلاة أجمع العلماء على أن صلاة الفرد لا تقبل النيابة لا زول عن زول ميت لا حي تخاصة بالزول نعم. لكن الصيام يقبل النيابة زول مات ونصوم عنه الزكاة نطلع زكاة عن الحج نحج عنه الدين برضه الدين نسد الدين كل شيء إلا صلاة الفريضة ما بتقبل النيابة نعم. لا نصوم عن حي لا ميت نعم برضه يا شيخ لا نصلي عن حي لا نصلي عن ميت نعم. طيب في سؤال حقيقة هو الآن محل جدل كثير جدا كثير من الشباب ما شاء الله هم بيصلوا في المساجد وبيمشوا صلاة التراويح وصلاة القيام وكلهم لكن الملاحظ أنه بيلبسوا ملابس فيها تصاوير أيوة. فيها صور حيوانات فيها ثعابين فيها صقور فيها طيور فيها كده يعني فيها حيوانات يعني فعلا هي الفنانة دي اللي هتلقاها من مرة مكتوبة بالإنجليزي وصورة لاعب كورة زائب كده طبعا دي بتشغل الناس الوراكة انت ما في الصف الأول ونحن في الصف الوراء باقيين قدامك هنعير الصورة دي ما تخلينا نخشع يقول انت ما تخلي اخوك المسلم يضيع صلاته المطلوب في الحالة دي عندك الفنانة البس هو جلابية البس هو قميص جاي المسجد الفنانة اللي فيها كتابة فيها التصاوير دخلها أي نعم. ودي نصيحة للشباب تشغل الناس يعني نعم. نعم جزاك الله خير بعدين برضه نصيحة ثانية أخوان للي أخواننا الشباب في منطلون اسمه منطلون سكس المنطلون سكس ده يعني الشاب تلقى لما يركع لاحظت في ذول شاب ركع قدامي لدرجة الفتحة بتاعت الصلب دي المنطلون زحى ظهرت ودي يسموها العلماء العبر المغلظة تفضل الصلاة طوال لا حول أي لين المنطلون سكس ده ما كل ما يرفع لفوق ويترخي لتحت اي يبقى نقول له نصيحه هم يسموه سيستم يا شيخ سيستم اي ايوه السيستم ده لانه ما البنطلون العادي المفصل هنا تربطه تركع تسجد والمزح جاي للمزح جاي لكن ده لانه مقصرينه شوي ما مخليه ترفع لفوق يا دوبك على نص العضله بتاعت السلو لما يركع يسجد بيزح لوين غصبا عنه نزول الشيء ده بيزح منه بالزحه دي تقوم تصهر الفتحه بتاعت السلو دي لان الفلين شبطت فوق والمنطلون ترخى لتحت بشدة الركوع الحتة دي ظهرت الصلاة بطلة لأن العلم يقول كشف جزء من العورة المغلظة يبطل الصلاة ولذلك نصيحة لشبابنا الدائر تمشي جامع ما تلبس المنطلون اللي اسمه سكسي ده أو تلبس فوق جلابية تلبس فوق وتغطي أو قميص طويل شوية وآخر مكالمة معنا في هذه الحلقة إقبال من دنقلة مرحبا يا إقبال أهلا وعليكم السلام مرحب مرحب الله يسلمك نعم تفضلي بزعل انا حامل هسه في رمضان ده فعايزه اتاكد بالنسبه للصيام انا طبعا ما صايمه يعني وما قدرت اصوم بالنسبه للظروف والاستفراغ وكده ايوه فهل علي ان شاء الله قضاء ولا كفاره جدا ولا كيف جدا
عايزه اتاكد يعني. شكرا لك. العليشن ان شاء الله. شكرا. اسمع الان الاجابه، هي حامل. ايوه. بالنسبه لعندي اختي هي برضو وضعت قبل رمضان بيومين، هي نفسها برضو عايزه تتاكد انه هي عليها برضو حاجه ولا كده. كويس. يا شيخنا شرينا نجاوب. طبعا كل العلماء قالوا الحامل والمرضع اذا يعني تعبت او جناها تعب تفطر وتقضي بعدك، اختلف القضاء. يعني الحامل والمرضع خافت على نفسها، خافت على جناها، عندها رخصه تفطر. اما القضاء كيف؟ هنا ده طبعا نرجع للكلام اللي قلناه قبل كده، جاء في كتاب بدايه المجتهد ونهايه المقتصد للامام ابن رشد. قال الحامل والمرضع اذا افطرتا ماذا عليهما؟ ثم قال هذه المساله للعلماء فيها اربع مذاهب. المذهب الاول مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، معه خمسه من كبار علماء التابعين، سعيد بن جبير والقاسم بن محمد واسحاق بن راهويه وعطاء وعكرمه. الخمسه من العلماء دول في مستوى الامام مالك والشافعي، معهم الصحابيين، قالوا الحامل والمرضع يطعمان ولا يقضيان. نجي بعد داخل المذهب الثاني مذهب ابو حنيفه، ابو حنيفه قال الحامل والمرضع تقضي ولا تطعم. المذهب الثالث مذهب الامام الشافعي، الامام الشافعي قال الحامل المرضع تقضي وتطعم. المذهب الرابع مذهب الامام مالك، الامام مالك قال الحامل تقضي وما تطعم. المرضع تقضي وتطعم. نعم. يبقى دي اربع مذاهب تختار منها واحده عشان نسهلها، ما انا خليت اسرح كثير. نقسم العلماء دي لمجموعتين، المجموعه الاولى الائمه الاربعه، الائمه الاربعه دي قال الحامل المرضع يقضيان. المذهب الثاني مذهب الصحابيين والخمسه من كبار علماء التابعين، قالوا يطعمان ولا يرضيان. يبقى اخذت براي الائمه الاربعه، جيت بعدين وبعد ما تلد بالسلامه ولدك ياكل عمره 10 شهور ما محتاج للبن، قضيتي براي الائمه الاربعه ديل، ربنا يقبل مني. هسه قلت خلاص انا بعمل براي الصحابه والخمسه من علماء التابعين، اطعم عن الشهر ده وما علي قضاء، برضو خير. نعم، جزاك الله خير. وضحت ان شاء الله الرؤيه يا اختنا اقبال من دنقله. شكرا لك شيخنا الجليل على هذه الافادات دائما في هذه الحلقات المتتاليه في هذا الشهر الفضيل. اشكركم مشاهدينا الكرام على متابعه هذه الحلقه، غدا لقاء جديد في حلقه اخرى من برنامج فتاوى. تهنى قدوم صومك يا اماما، يصوم مدى الزمان عن الاثام، اذا ما المرء صام عن الدنايا فكل شهوره شهر الصيام. أشكركم مشاهدينا وإلى اللقاء.